أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وآخر فقرتنا الحوارية معاكم في هذا الصباح. توصلت حالة الجدل بين الأثريين في الأيام الماضية بين مؤيد ومعارض حول نقل 166 قطعة أثرية من المجموعة الملكية الخاصة بالملك الفرعون توت عنخ آمون لعرضها ضمن فعاليات معرض سيقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 23 من مارس الجاري تحت عنوان كنوز الفرعون الصغير، بتطوف بعدها القطع لمدة 7 سنوات اليابان وانجلترا وفرنسا وامريكا وكندا واستراليا وكوريا الجنوبية. فحوارنا النهاردة هنتكلم عن رحلة مقتنيات توت عنخ آمون حول العالم بين مخاوف الاثريين وتطمينات الوزارة. للحديث اكثر عن هذا الموضوع يشرفنا معنا في الاستوديو عماد مهدي الباحث الاثري وعضو اتحاد الاثريين المصريين. اهلا بحضرتك. أستاذ عماد، قبل ما نتكلم عن رحلة مقتنيات توت عنخ آمون خلينا نتابع هذا التقرير مع السادة المشاهدين ونرجع لحضرتك مرة تانية. حالة من الجدل تواصلت بين الأثريين حول نقل 166 قطعة أثرية من المجموعة الملكية الخاصة بالفرعون توت عنخ آمون لعرضها ضمن فعاليات معرض سيقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في 23 من مارس الجاري. فتحت عنوان كنوز الفرعون الصغير تطوف هذه القطع الأثرية لمدة 7 سنوات في دول اليابان وانجلترا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة واستراليا وكوريا الجنوبية. وفي هذا الشأن ثارت خلافات عديدة بين المؤيدين والمعارضين لسفر تلك القطع الأثرية، حيث يدافع البعض عن المعرض الأثري ويعتبرون أنه سيحقق ترويجا ودعاية للسياحة والآثار المصرية، وفي المقابل يعتبر المعارضون بنود الاتفاق مكحفة لمصر تماما ولا ترقى لقيمة الآثار المصرية. ورغم كونها قطعا مكررة يتخوف البعض من سفر هذه القطع الأثرية سواء من تعرضها للسرقة أو التلف، خاصة بعد إعلان وزارة الآثار عن أن حصيلة الدخل المتوقعة للمعرض تبلغ نحو 50 مليون دولار، في حين تصل القيمة التأمينية لمقتنيات توت عنخ آمون لنحو 600 مليون دولار. ويعتبر البعض أن عرض قطع أثرية من تراث مصر خارج أراضيها وسط حراسة لشركة أجنبية خاصة دون أدنى ولاية أمنية مصرية يعتبر تخليا واضحا عن ممتلكات الشعب. وفي المقابل يدافع أثريون عن الشركة الخاصة المسؤولة عن معرض توت عنخ آمون، مشيرين إلى أنها تعد الأولى في العالم لتنظيم المعارض الخارجية وأنه لا توجد أي شبهات حولها. نرجع تاني مشاهدينا الكرام، بنرحب بضيفنا الأستاذ عماد مهدي الباحث الأثري وعضو الاتحاد الأثريين المصريين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني في البداية عايزين نلقي ضوء على سبب الخلاف بين المعارضين والمؤيدين بالنسبة للأثريين حول رحلة مقتنيات توت عنخ آمون خارج مصر. طبعا يعني مقبرة توت عنخ آمين هي مقبرة فريدة من نوعها في الحضارة المصرية، طبعا هي المقبرة الوحيدة التي لم تنهب ولم تسرق. محتوياتها أو مقتنياتها بتعدى حوالي 5535 قطعة، طبعا كلها قطع فريدة جدا يعني كنز، وكلها مليئة بالآثار من خلال بعثة هاورد كارتر اللي اكتشفها. بالظبط. طبعا الحضارة المصرية حضارة عريقة وعظيمة وأكبر من إن احنا يعني نعرضها للخارج، يعني إن احنا بنتسول بحضارتنا المصرية، لا، حضارتنا المصرية تستحق أن يأتي العالم يعني بالأجمع إلى الحضارة المصرية في أرضها وفي موطنها الأصلي، يقدر يتفرج عليها وينبهر بالحضارة المصرية. ولكن دي احنا حاسين يعني كنا يعني بنستاء جدا من عملية بيع قطع أثرية في مزاد كريستي في بريطانيا، وكنا مستائين جدا. فالنهاردة احنا كمان بنعرض حضارتنا وأثارنا ديليفري إلى العالم، فدي طبعا احنا بنشعر بالسياء كبير جدا، لأن الحضارة المصرية أعرق وأعظم من أن هي تجوب العالم يعني أسلوب. كل قطعة أثرية لها قود مفروض لو اتعرضت في أي مزاد أو اتعرضت في أي معارض أخرى مفروض أنها بترجع تاني للبلد الأصل؟ أكيد طبعا، ورغم أن في بعض القطع الأثرية غير مسجلة وللأسف يعني بتنهب أو بتسرق من بعض المخازن ومن بعض الحفل الخلسة فبتعرض بره طبعا، فما حدش يقدر يثبت إذا كانت خرجت قبل قانون اليونسكو اللي هو 71 ولا بعدها. فده طبعا أثار كتير جدا، وإحنا يعني زي ما قلت لحضرتك بنستاء جدا ما بنشوفها معروضة في مزادات. دي بنحس قد إيه دي إهانة للحضارة المصرية، الحضارة العظيمة العريقة اللي
علمت العالم بالأجمع قيمة الإنسانية وقيمة الحضارة. فالنهاردة إن إحنا كدولة أو كمسؤولين في الدولة بنعرض أثرنا بهذا الشكل فده شكل لا يليق بالحضارة المصرية. وبعدين إحنا عندنا قصور في السياحة، يبقى ده مش تخصص وزارة الآثار إن هي تعالج هذا القصور. في وزارة السياحة في أفكار تقدر تطرحها خارج الصندوق، تقدر تروج للحضارة المصرية في العالم أجمع. ولكن إن إحنا نخرج بمعارض زي دي بنعرض الأثر للتلف وبنعرضه للنهب والسرقة، وعندنا حوادث عديدة حصلت. يعني حتى تغير العوامل الجوية لبعض القطع الأثرية ممكن يضر بها في قطع عضوية، يعني في قطع خشبية ممكن تغير درجة الحرارة والجو ده يسبب لها تلف. طبعا يعني قيمة أثرية لا قيمة لا يعني بيقول لك مثلا. طب وإيه المانع إن إحنا نعرض أثرنا بالخارج من خلال معارض، من خلال معارض مختلفة ممن ليه الأثر الإيجابي على تأثير في حركة السياحة والتعريف كمان بحضارتنا بالنسبة للخارج، مع يعني الاحتفاظ بالظروف المحيطة بالنسبة للأثر وتوفير الظروف المحيطة ليه بشكل آمن؟ طبعا الحضارة المصرية احنا عايزين نروج للسياحة وللحضارة المصرية. الحضارة المصرية مش محتاجة ترويج عن نفسها، لان هي فعلا اثبتت وجودها في العالم كله في ضمن يعني في وسط جميع الحضارات القديمة. ولكن احنا نقدر نخرج بمعارض مستنسخات، يعني وزارة الآثار احنا شفنا معرض المستنسخات الأخير اللي عملته في المتحف المصري رائع جدا. نقدر نعرض المستنسخات وبنعرف العالم بكم، يقدر بقى يجي يتفرج على الأصل عندي هنا. انما انا النهاردة لما اخرج بالمعارض ديت يبقى انا مش مستني سياحة، هيجي لي ليه؟ خلاص انت بتودي له السياحة الآثار ديليفري لحد عنده. حتى لو القطعة دي هي قطعة مكررة، مفيش حضرتك في مقبرة توت عنخ آمون أو اكتشافاته أي حاجة مكررة غير تماثيل الأوشبتي، يعني اللي هي 365 تمثال دول ممكن يكون شبيهين لبعض، ولكن مفيش حاجة اسمها قطع مزدوجة مثلا أو قطعة شبيهة لقطع أخرى. كل قطعة قطعة فريدة جدا. وبعدين في كمان مجوهرات هتسافر، يعني أحجار كريمة دي سهل جدا تقليدها وتزييفها. وبعدين قانون حماية الآثار الجديد 117 بتعديلاته في 2010 بينص على إن الآثار لا تتعامل مع شركات خاصة، تتعامل مع متاحف دولية أو مع حكومات أخرى. ولكن إن أنا أتعامل مع شركة، وطبعا العرض جه من المستر جون دوت اللي هو رئيس شركة إي إل اللي هي المعنية بعرض الآثار ديت، 7 سنين طبعا فترة زمنية كبيرة جدا. بعدين احنا في حاجة لطرح الآثار في المعرض في المتحف المصري يعني الكبير، يعني فعلا خلال المدة الزمنية 7 سنين واحنا في افتتاح جزئي للمتحف بالزبط المصري الكبير. هل لما ما تكونش معانا كل المقتنيات بتاعت توت عنخ آمون هل هيأثر على عدد الزائرين او افتتاح المتحف بصفة عامة؟ اكيد طبعا. احنا عندنا كمان يعني بعض القطع موجودة في المخازن، ده كله هيطلع ويعرض لأول مرة للجمهور. فاحنا لما نعرض المجموعه الكامله لتوت عنخ امين فده شيء ايجابي كويس جدا كمان في افتتاح المتحف المصري الكبير. وبعدين عفوا هذه الحضاره ملك وارث للشعب المصري. اي نعم. مسؤول في الدوله انت موظف عند الشعب المصري، مالكش السلطه انك تطلع الاثار. هل خدت بس كان في تضمينات كبيره جدا من وزاره يعني على سبيل المثال انا هوري حضرتك بعض الاحصائيات، مش خالصه الذهب يعني منها قطع خشبيه مذهبه واحجار كريمه. بص نعم. حضرتك كل قطعه في مصر ايا كانت هي ليها قيمه كبيره جدا. طب حضرتك بص على الاحصائيات ديت. طب اسمح لي بس استاذ عماد، احنا معانا على الهاتف الأستاذة إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف. صباح الخير أستاذة إلهام. صباح الخير يا فندم. يعني في الفترة الماضية كان في حالة من الجدل بين الأثريين، بين مؤيد ومعارض لنقل 166 قطعة أثرية من المجموعة الملكية الخاصة بالفرعون توت عنخ آمون. رأي حضرتك في هذا الشأن إيه؟ عايزه اقول لهم ان توت عنخ امون كقطع اثريه واهم من القطع اللي احنا طلعناها كمان خرجت من مصر في عديد من البعض، ولكن وزاره الاثار بعد قانون 83 من 17 اصبحت متشدده وتدريجيا اصبحت اكثر تشدد في خروج القطع النادره. لكن النهارده لما خرج امنع المعارض، ما ينفعش يمنع المعارض لان المعارض فيها كثير من الاهداف، أهداف سياسية واقتصادية وتعليمية وثقافية، وخاصة كمان إن الدول اللي بتخرج فيها المعارض دول دي دول عظمى، دول إحنا بنتعلم فيها علم المتاحف تمام، وتدربنا على إيديهم وشفنا آثارنا معروضة في متاحفهم تمام. ومعرض الآثار المصرية بيتعرض في أقوى المتاحف وأكبرها. لا بنعرض مثلا في مول ولا بنعرض زي ما هما بيدعموا الشركة، ولازم نفرق ما بين شركه منظمه للمعرض وما بين المكان اللي هيتعرض فيه المعرض.
نعم، يعني المعارض الخارجية طبعا هي خير سفير لمصر للترويج لها، لكن بيرى بعض الأثريين أنه من الأفضل عرض المستنسخات وليس القطع الأصلية. هرد على حضرتك كتير النهارده، لما بيكون عندي في الورش التعليمية اللي بتقدم للأطفال وبتقدم للكبار داخل المتاحف بتاعتنا، نعم، بعض منهم هي قال إن إحنا نعمل لهم على الصور أو بعض نعرضهم على النماذج. قلت لهم أنت كده فقدت الهوية، فقدت الهوية، إن الإحساس بالقطعة الأثرية غير الإحساس بالمستنسخ. هل عظمة هل أو المستنسخ هيوصل عظمة الحضارة بتاعتنا؟ هل المفروض ان القطعه الاثريه لها دورها ولها وقعها ولها اهتمامها، والدوله دي بتهتم بالقطعه الاثريه بتاعتنا، وتشوف متاحفهم هي ازاي مهتمه بالقطع الاوريجينال اللي هي الحضاره تنتمي للحضاره المصريه، هم عارضينها ازاي ومهتمين. طبعا كان مؤيد او معارض الكل بيحب مصر وخايف على اثارنا، لكن هناك تخوفات من بعض التلفيات او تغير الجو او المناخ بالنسبه للاثر، ممكن ان هو ياثر على الاثر نفسه. هقول لك حاجه، احنا القطع الاثريه بتاعتنا اول ما بتوصل الصناديق بتاعتنا بتدخل في قاعه خاصه او معظم خاص بإعادة التهيئة البيئية للقطع الأثرية. نعم. ما بيتفتحش الصندوق مباشرة. إلا أن تنتظم درجة الحرارة الخاصة بالقطع الأثرية، وبعد كده هي لما تخرج من الصندوق بتتعرض في بيئة صالحة لمطلع درجة الحرارة ودرجة الرطوبة والجو الخالي من التلوث، وتجيب أي مكان فيها معايير عالمية ما بتختلفش. من اوروبا لامريكا لافريقيا ولا الغرب. احنا اهم حاجه ان يكون في تطمينات لسلامه وصول هذه الاثار وهي راجعه، خاصه ان البعض بيرى ان بعض بنود الاتفاق مكحفه لمصر ولا ترقى بالنسبه لقيمه الاثار المصريه. صدقيني يا سيدتي الفاضله، احنا شروطنا واتفاقيتنا ووثيقه التامين ومبالغ التامين ومبالغ القيمه من الاستعاره هي اكثر اجحافا لاي دوله تاخد مننا الاثار. وعلى فكره ما فيش دوله بتتعامل زينا في التعامل في المعارض الخارجيه. نعم، شكرا استاذه الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف. نرجع لاستاذ عماد مهدي مره ثانيه، ووسط هذه التطمينات من الاستاذه الهام، كيف ترى يعني أهمية هذه المعارض الخارجية بعد يعني تطميناتها وأنها طبقا للمعايير والمواصفات العالمية؟ طبعا أولا احنا كلنا بنختلف في حب حضارتنا المصرية، يعني سواء كان مؤيد أو معارض احنا كلنا بنحب الآثار المصرية، كلنا متخوفين. ولكن حضرتك لما نبص للإحصائيات السابقة عن التلفيات اللي اتعرضت عندنا، حضرتك في معرض البحث عن الخلود في أمريكا 2002 تم برضو تعويضات 53,000 دولار، طبعا أرقام زهيدة جدا، 375,000 دولار معرض الفراعنة بإيطاليا، دي كلها تعويضات، 400,000 يورو معرض الفراعنة في أسبانيا في 2004، 500,000 يورو آلهة المقابر حول العالم بفرنسا. طبعا حضرتك التعويضات دي طبعا في تلفيات، حتى لو مجرد خدش الخطوش نقل الأثر، الأثر من مكان لمكان، احنا بنتكلم عن دي معارض، يعني شوفي حضرتك قيمة زهيدة جدا، ما بالك بسبع سنين، سبع سنين مين اللي هيطمننا على الكلام ده بعدين؟ دي شركه خاصه. هي اكدت ان في تطمينات كبيره جدا وفي يعني تعامل مع الاخطاء اللي اتكررت في الماضي، وان الشركه دي بتعد الاولى في العالم، وممكن التلفيات بالقطع لم تتعدى 1%. الشركه دي حضرتك جون نورمان ده سبق، وفي قطعه تم اخفائها او سرقتها اسمها لعبه السينيتس، وطبعا تم تعويض المتحف المصري بقيمه بسيطه جدا، فكان نفس الشركه وكان نفس الشخص اللي هو جون نورمان. فايه اللي هيطمننا بعدين سبع سنين؟ بنتكلم قيمه تامينيه حوالي 600,000 دولار، حضرتك الحضاره المصريه لا تقدر بثمن، يعني حتى لو بنتكلم عن 166 قطعه الحضاره المصريه لا تقدر بثمن ايا كانت القيمه التعويضيه. بعدين احنا شفنا حضرتك الارقام اللي شفناها قبل كده للتعويضات زهيده جدا، فمين اللي هيضمن ان القطع المجوهرات الاحجار الكريمه دي لا تقلد؟ وبعدين ما فيش مبعوث مصري موجود مع المعرض. وبعدين حضرتك لما نشوف العائد اللي هيعود على الشركه حوالي 500 مليون دولار، احنا كل اللي هينوب مصر فيها 50 مليون دولار في سبع سنين، يعني بنتكلم ان القطعه هتقف علينا في اليوم ب 116 دولار. يعني القيمة إيجارية للقطعة الواحدة في اليوم، طبعا رقم سهل جدا ان احنا نقدر نعوضه هنا. وبعدين حضرتك مع احترامي للأستاذة إلهام، وزارة الآثار مش هي المعنية بالترويج السياحة،
في وزارة السياحة. يعني احنا مالنا احنا كوزارة آثار ان احنا اللي هنساعد في الموضوع ده؟ لا، وزارة السياحة هي اللي معنية بالترويج السياحة. احنا عندنا قصور في السياحة. احنا عارفين حضرتك السياحة دي صناعة لازم تتطور، لازم اخاطب العالم بلغه النهارده، اشوف ايه اللي يجذبه ناحيتي، ايه اللي احنا عندنا مصر غنيه. طب ايه اللغه اللي حضرتك اللي المفروض ان احنا نخاطب بيها العالم من خلال مبادرات او اقامه معارض؟ حضرتك انا قدمت مقترح للدكتور خالد العلاني، ومشكورا جدا دكتور خالد العلاني، راجل نشيط جدا، وكان في تواصل بينه وبين مكتبه الفني وبيني على الايميلات. اقترحت عليه مثلا على سبيل المثال انشاء كهف متحف في الهرم. قلت له منطقه الهرم دي منطقه صحراويه، احنا مش هنعمل متحف تقليدي، ايه راي حضرتك ان احنا نعمل متحف على شكل كهف؟ الفكره عجبتهم، تشكلت لجنه، درسوا الموضوع، قالوا فكره رائعه جدا وهنعرض في المتحف. بس التكلفه والتمويل هو اللي بيبقى مشكله. هي دي المشكله. رجالي الايميل، طب مين اللي هيمول؟ طب انا معلش انا بعرض عليك فكره، احنا بنساعد بعض وبنشتغل، يعني ده كهف متحفي خامات يعني متناسبه مع البيئه الصحراويه اللي موجوده هناك. نعم. ده هيجذب السائح. تخيل حضرتك لما بيخش كهف غير ما بيدخل بنيه، هو عنده متحف البريطاني، عنده اللوفر، عنده متاحف عالميه كبيره جدا، ولكن هو بيفتقد الحته ديت. وفي منطقه يعني الهرم واحنا داخلين في تطوير الهرم، فكانت الفكره سهل جدا تنفيذها. الاداره الهندسيه مشكوره طبعا، عامله مرشحات ومجهودات كبيره جدا. سهل جدا ان انا اعمل كهف بالطراز البسيط البدوي دوت واعرض فيه المنتج. ده بيعمل عمليه جذب. اشوف الافكار اللي خارج الصندوق مع وزاره السياحه، تعالوا نقعد كلنا، اعمل مؤتمر شهري او كل 3 شهور المعنيين بقطاع الاثار والسياحه، وتعال اسمع الاراء والافكار، مؤتمر وهنطلع بافكار وشوف الاليات التنفيذ تبقى ايه ونقدر نتعامل مع ازاي. واحنا محتاجين افكار جديده وبدائل جديده بالظبط. لازم يكون في تعاون، ولكن ان وزاره الاثار ونفوجئ بقرار زي دوت، عفوا ده ارث الشعب المصري. هل خدت راي الشعب المصري؟ هل عملت استبيان مع شباب الجامعات؟ يعني انا على سبيل المثال الاسبوع اللي فات كان عندي ندوه في جنوب سيناء، انا بعد ما عرضت محاضرتي عن الحضاره المصريه، الاولاد والشباب انبهروا جدا بالحضاره. طرحت السؤال ده، توافقوا على سفر 166 قطعه لمعارض للخارج لمده 7 سنين؟ تخيلي حضرتك ان القاعه بالكامل ما كانش فيها شاب واحد رفع ايده وقال كلنا نعارض. هل انت عملت كده؟ نزلت الشارع، سالت الناس المترددين على المواقع الاثريه والمتاحف، اعمل استفتاء للشعب المصري. هي الكل فعلا يعني بيحب مصر وخايف فعلا على مقتنياتنا واثارنا، وان شاء الله تكون رحله موفقه، الاثار بتاعتنا تروح وترجع ان شاء الله بالف سلامه، ويبقى في اثر خير وطيب على هذه المعارض الخارجية. نشكر في نهاية حديثنا مع الأستاذ عماد مهدي الباحث الأثري وعضو اتحاد الأثريين المصريين. شكرا جزيلا. شكرا. مع مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من هذا الصباح. غدا حلقة جديدة وفريق عمل جديد، لكم منا جميعا كل التحية. إلى اللقاء.